السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يكون جميع الأصدقاء في خير وفي نعمة، اللهم أمين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. عاوز أتكلم في بعض النصائح على طريقة تقسيم النحل وخلايا النحل على شكل حرف في من داخل المنحل. إن شاء الله نتحدث حدود 10 دقايق في الموضوع دوت، يستفيد منه الأصدقاء وبعض النصائح اللي يقدر يقوم بها الأخ النحال لنجاح عملية التقسيم. نتمنى طبعا اللي أول مرة يتابع معانا في القناة يشترك في القناة، لعل عند عمل بث مباشر أو نشر فيديوهات يصل إشعارات بالأصدقاء إن تم نشر النصائح ويكون متابع معانا باستمرار. طبعا الله يبارك في الأصدقاء. أولا النهاردة تقريبا تاريخ 22 من شهر يناير لسنة 2025، في بعض البلدان نقدر نقول متاح عندي عملية التقسيمات. في البعض ربما يكون مع منتصف شهر فبراير ونشاط النحل بشكل جيد على اللوزيات، يقدر النحال يقوم بعملية التقسيمات. قبل ما أحب أتكلم في التقسيم أقول الأول شروط التقسيمات. شروط التقسيمات اللي تكون متواجدة عند الأخ النحال ومن ثم يقدر يقسم. أولا شروط التقسيمات دي مش هنقول خاصة ببلد معينة، لا، أي بلد سواء عربية أو بلد إسلامية أو أي أحد من الأصدقاء بيتابع معانا توفرت عنده الشروط دي يقدر يقوم بالتقسيم من بكرة. تمام. أولا رقم واحد، اعتدال الأجواء إلى أكثر من 22 درجة مئوية. تمام. طب ليه أكتر من 22 درجة مئوية؟ عشان أنا كنحال أقدر أقدم تغذية، علشان أنا كنحال أكون ضامن إن الملكة هتخرج للتلقيح من 22 إلى 25 درجة مئوية. دي أول شرط. الشرط رقم اتنين، جلب النحل كميات من حبوب اللقاح، ونقدر نقول كل ما الكميات دي تكون بكمية كبيرة مع طبعا اعتدال الأجواء مع تقديم تغذية، نقدر نقول بالتالي هيظهر عندي في الخلايا نشاط في الحضنة وتوسع للنحل من الحضنة، ونبقى كده رقم ثلاثة توسع النحل من الحضنة. رقم أربعة، نشاط الملكات في وضع حضنة ذكور، من ثم حضنة الذكور ديت أنا كان حال أكون واثق إن الذكور دي هتلقح الملكات العذارة. تمام. و الذكور ديت لو خرجت طبعا حشرة كاملة، يبقى انا بالتالي لو قسمت هكون واثق ان التقسيمات بتاعتي هتنجح بالذكور. سؤال، وهو الذكور هل كمية بسيطة ولا كمية كبيرة؟ تمام. الذكور نقدر نقول يعني ككل خلية حدود 100 ذكر، انا بدي عدد تقريبي 100 ذكر. تمام. ولو ان المفروض لو حدث نشاط بقوة هتلاقي الخلية فيها اكتر من 100 واكتر من 200 ذكر. لما يكون خلية 10 براويز ويكون ممكن يكون عندك بروازين ثلاثة فيهم الـ 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 السدابة من الأعلى من عند الهلال العسلي ذكور، دي تقدر ربما بالآلاف من الذكور. تمام. إنما ما يجيش أخ من الأصدقاء يقول لك أنا عندي 10 15 من الذكور وهيلقحوا لي الملكات، لا، ده هيكون تلقيح سيء. أتمنى الشروط اللي اتكلمت عليها تكون لو توفرت عند أحد من الأصدقاء يقدر يأخذ الخطوة اللي بعد كده وهي التقسيمات. تمام. كلها شروط بتكمل بعضها. طيب انا حبيت اقسم داخل المنحل عن طريق حرف في، او حبيت اقسم وانقل التقسيمات لمكان خارج المنحل، اقسم على طول ولا في نصيحة اقدر اعطيها لك؟ لا، اعطيك نصائح. ربي تربية ملكات، بمعنى حبيت تقسم خلايا عندك 10 خلايا، محتاج كم ملكة؟ 10 ملكات. خد خلية عندك في المنحل، خلية ممتازة فيها ملكة ممتازة، ابتدي قوم برفع الملكة منها وخلي الخلية تشعر باليتم، ومن ثم تربي ملكات سواء بالطريقة التقليدي سواء عن طريق جهاز جنتر سواء عن طريق التطعيم. حاب نقدر نقول حسب ما انت كخبرتك وكفاءتك كنحال تربي ملكات ومن ثم تربي ملكات. طب اقسم اخويا محمد على ملكات عذارة ولا بيوت ملكية؟ حسب ما انت عاوز. بس لو هتقسم على بيوت ملكية انصحك ان البيت الملكي يكون على وشك خروج الملكة العذراء منه قبل الخروج بمدة تتراوح ما بين 24 ساعة الى 48 ساعة. ابتدي اوزع البيوت الملكية في خلايا
يتيمة تشعر باليتم على الأقل ب24 ساعة تكون الخلية يتيمة، وأبتدي أنزل البيوت الملكية فيها على أساس إن النحل يتقبل البيت الملكي لحد موعد خروج الملكة العذراء. طب حبيت أنا أوزع ملكات عذارة، لا يوجد مشكلة، أنزل الملكة العذراء في التقسيمات وأقفص على الملكة العذراء لمدة يومين يعني 48 ساعة، من ثم لما أستشعر إن الملكات دي النحل تقبلها أبتدي أفرج عنها تمام داخل الخلية. تمام، أمور واضحة يستفيد منها المبتدئ ويتذكر المعلومات دي الأخ المحترف، أتمنى تنفيذها زي ما أنا بتحدث فيها. لو في خطأ أنا أخطأته أتمنى تصحيحه من الأصدقاء اللي بيستمعوا لي. تمام، طيب في أمر برضو لابد الإشارة ليه، وهو ليه أنا حبيت نقدر نقول أقول لك قسم على ملكات اختصارا للوقت يا أخي. توفير للوقت، هتوفر 15 يوم الخلية تكون يتيمة بدون ملك، أو التقسيمات تكون يتيمة بدون ملك، بتوفر وقت. تمام، أتمنى يكون الصورة واصلة لأصدقائنا في الجزئية دي. فقط هتنزل الملكات أو البيوت الملكية هتحتاج قريبا حدود 10 أيام، لو شروط التقسيمات متاحة عندك هيكون الملكات طلعت اتلقحت ونزلت ووضعت البيض. أعطي نصيحة سريعا، محدش يقدم تغذية سكرية في حالة وجود ملكات عذارة أو في حالة وجود بيوت ملكية مغلقة، فقط الاكتفاء بالمخزون من العسل أو عجينة كندي. امتى احط التغذية السكرية؟ لما الملكة العذراء تتلقح وتضع البيض. اول ما تضع البيض اعد تغذية ليها، ابتدي نشطها، حدش يكافح فروة في وجود ملكة عذراء. امتى اكافح؟ بعد تلقيح الملكة ووضع البيض. تمام، محدش يكافح في وجود بيوت ملكية، كلها امور مهمة. تمام، لان لو واحد يقول لي طب مثلا ليه، لو قلنا ليه انا ما اكافحش في وجود ملكة، عشان ممكن الريحة بتاعة المكافحة بتاعة الفروة او المادة اللي انا بستخدمها في المكافحة تسبب نقدر نقول تشويه او تشويش على الفرمون الملكي بتاع الملكة العذراء والنحل يقتلها او ما تخرجش للتلقيح. تمام، طب التغذية ليه؟ لان التغذية بتزيد من فرصة ظهور الامهات الكاذبة داخل الخلايا اللي فيها ملكة عذراء. فرمون الملكة العذراء يختلف عن فرمون الملكة الملقحة. ملكة الملقحة بتسيطر على الخلية بالكامل، العذراء بتكون نقدر نقول لسه غريبة على الخلية، في لحظة ممكن النحل يتقور عليها ويقتلها، او في لحظة ممكن الامهات الكاذبة تسيطر على الملكة العذراء. تمام، اتمنى من الاصدقاء يأخذوا الكلام ده بعين الاعتبار، بالخصوص الاخ المبتدئ. نرجع لموضوعنا، معلش انا بعتذر على المقدمة اللي ربما يكون 8 دقايق، بس دي كلها شروط اساسية ونصائح اساسية. طريقة التقسيم عن طريق حرف V في المنحل، في المنحل زي ما انتم شايفين في الفيديو اللي قدامنا. الخليتين بيكونوا جنب بعض، الخلية الام الاساسية ومن ثم الخلية التقسيمة جنبها. طب الخلية التقسيمة اللي جنبها ديت لازم تكون جنبها مباشرة؟ نعم. ليه؟ علشان اضمن ان النحل الكبير السارح مش هيرجع للخلية الام مرة تانية والتقسيمة تكون ضعيفة، فلازم يكونوا متجاورين جنب بعض. ومن ثم لما يكونوا متجاورين جنب بعض، لو التقسيمة اللي عندي تكون جنب برواز افضل وممتازة، تكون تقريبا حدود 3 برواز. واحد يقول له 4 برواز، لا يوجد مشكلة. تمام، طب في اصدقاء حبوا يطرحوا عليا بعض الافكار، اخويا محمد لو عملنا التقسيمة بروازين 2 ونزلنا الملكة العذراء وبعد ما تتلقح هدعمها ببرواز اخر او ببروازين اخرين، بس اضمن ان الملكة العذراء تتلقح وما يحدث تكذيب عندي ويكون عندي خسائر. ايه رأيك في الكلام ده؟ كلام ممتاز. طالما انت هتدعم بعد التلقيح الملكات للتقسيمات لا يوجد مشكلة، انما هتترك التقسيمة على بروازين 2 والملكة تتلقح هيكون تطورها ضعيف، او تتركها برواز 1 بعد التلقيح هيكون تقدمها ضعيف. انما انت لو عندك خطة تقدم دعم بطريقة صحيحة بعد تلقيح الملكة وتضمن ان الملكة تضع البيض، اقدر اقول لك اعتمد على الله. تمام، خلية الام نصيحة، لما نيجي نقسم منها، لاما هنقسم من الخلية الام لما تصل الى 9 براويز او 10 براويز او 8 براويز ومحتاجة اضافة التاسعة. ما ينفعش اقسم من خلية 6-7 براويز، لان لما تقسم من خلية 6-7 براويز
وتشيل منها ثلاثة بقت أربع براويز، أنت ضعفت الخلية الأم. في أخ ممكن يقول لي طب أنا عندي خلية عاسلة يعني 15 برواز، ممكن أخد منها تقسيمة؟ نعم، لو متوفر عندك شروط التقسيمات خد منها تقسيمة، سواء عن طريق حرف V اللي متواجد في الفيديو قدامنا، أو أخذ تقسيمات وأرحلها في مكان آخر. عن طريق حرف V اللي بتكون داخل المنحل لابد أن يكون فتحة السروح بتاع الخلية الأم مفتوحة، فتحة السروح بتاع الخلية التقسيمة مفتوحة، تمام، على أساس أن النحل يبتدي يتوزع على الخليتين، وأقدر أراجع الخلية التقسيمة بعد مرور 24 ساعة لأتأكد من الكثافة النحلية، سواء اللي في الخلية الأم أو في التقسيمة، وإن كان مثلا محتاج أن أنا كان حال أقلل من الكثافة النحلية أو أزود، كل ده قبل إضافة الملكة العذراء لخلية التقسيمة. شرط أساسي لابد أن حالي ينتبه ما ينقلش الملكة الأم من الخلية الأم بالخطأ. ليه؟ ده يدمر لك شغلك، يعطل لك الدنيا. أتمنى من أصدقائنا يكون وصل لهم الجزئية دي. الأمر بسيط جدا، محتاج فقط تركيز من الأخ النحال أو الأخت النحالة، إن شاء الله يقوم به، يقدر بعد كده يتابع الخلايا بتاعته. وبالمناسبة الله يبارك في الأصدقاء، طريقة التقسيم داخل المنحل دي ممتازة للي عنده حيازة بسيطة، يعني 17 خلايا. نصيحة طبعا اللي عنده 50 واللي عنده 100، لا، انت في الحالة دي بتقسم دفعة كبيرة عندك من المنحل، بتقسم مثلا 20 تقسيمة 30 تقسيمة، فأفضل ليك وأحسن لك تنقل التقسيمات خارج المنحل. إنما احنا بنكلم المبتدئ أو الأخ النحالي اللي عنده حيازة بسيطة في حدود 10 خلايا أو 15 خلية. أتمنى من أصدقائنا يكون وصل لهم الحديث اللي نتكلم فيه، سواء في بداية الفيديو شروط التقسيمات، أو المعاملة بعد التقسيمات مع العذارة في المكافحة في التغذية، شروط التقسيمة كسلبيات وإيجابيات في نفس المنحل، ما يحاولش يبعد التقسيمة عن الخلية الأم أزيب من اللازم، لأن ذلك هيقلل من وجود النحل اللي موجود في التقسيمة بسبب رجوعه للخلية الأم مرة تانية، والتقسيمة هتكون معرضة ان هي تقدر نقول يحدث مشاكل في الحضنة، بالخصوص لو حضنة مغلقة او حضنة مفتوحة، لان كما نعلم لو برواز الحضنة مغطهوش نحل بالقدر الكافي، كفيل ان هو بعد 24 ساعة اليرقات تخرج ميتة، او الحضنة المغلقة يحدث ان هي تبرد وتسبب مشاكل. اتمنى من اصدقائنا يأخذوا النصيحة دي بعين الاعتبار جميعا. مشكور الجميع اللي بيتابع معنا باستمرار. لو في شيء من الأخطاء أنا تكلمت عليها بخطأ أو بسوء نية، أو نقدر نقول في نسيان، أتمنى أصدقائي صححوها، كلنا بنتعلم من بعض. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم يبارك في جميع الأصدقاء، ويرحم شهداء غزة وفلسطين الحبيبة، اللهم أمين يا رب العالمين، وشكرا جزيلا.